بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن عدم معاقبة المغرب بخصوص عدم مشاركتهم في الشان وبخصوص التصريحات السياسية لحفيد مونديلا حسب المغرب خلال الشان، خرج الصحفي ياسين بن المنور بمنشور جاء فيه مصدر من الكاف بخصوص عقوبات لجنة الانضباط على الجزائر والمغرب. الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف تقدم بطعن لدى لجنة الاستئناف بخصوص قرارات لجنة الانضباط. الفاف طعنت في عدم التعويض نظير غياب منتخب المغرب عن الشان. الفاف طعنت في صيغة قرار لجنة الانضباط الذي خصها بالذكر في تذكيره. عند ذكر جميع الاتحادات الوطنية، الفاف ذكرت في طعنها أن استضافة أي شخصية في حدث يتبع الكاف يكون بموافقة هذه الأخيرة، واستغربت الصياغة. كما أضاف الفاف ذكرت في طعنها بمواد دفتر الشروط المادة 4 والمادة 11 التي تنص على ضمان النقل داخل إقليم البلد المستضيف. وكتب أيضا ياسين بن المنور من جهة أخرى رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وفي تصريحات لراديو مارس: سنستأنف في قرار لجنة الانضباط لأنه أقل بكثير من السقف المعقول، أمامنا مهلة لذلك، وهيأنا ملفنا مع استشارة قانونية قوية، منعنا من استعمال ناقلنا الرسمي والتنقل عبره وفق ما يكفله القانون، ولا يمكن أن نقبل بذلك. لن نتنازل عن حقنا إزاء ما حدث في حفل الافتتاح بخطاب شخص فاقد للشرعية. إذا لم تنصفنا لجنة الاستئناف سنتوجه للطسوة. لن نتنازل عن حقنا في هذه القضية ولو بقي فينا عرق واحد ينبض. في انتظار الأيام القادمة وفي انتظار بيان رسمي من الكاف بخصوص هذه القضية التي خرجت عن النطاق الرياضي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.